السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في برنامج الأجهزة الطبية في غرفة العمليات والعناية المركزة. أنا الدكتور فضل محمد الأكوع، أستاذ مساعد بقسم الهندسة الطبية بجامعة العلوم والتكنولوجيا ومدير مركز المعايرة واستشارة الأجهزة الطبية باليمن. سوف نتكلم في هذا البرنامج عن مختلف مبدأ عمل مختلف الأجهزة الطبية، مثل جهاز إزالة الرجفان ومتحكم بالسوائل للمريض والتنفس الصناعي وجهاز السلامة الكهربائية وكذلك جهاز غسيل الكلى. إن شاء الله لا يتطلب التسجيل بهذا البرنامج أي معرفة قبلية، سوف نتحدث ببساطة جدا ليصل المعلومة إلى الجميع إن شاء الله. أتمنى أن يخرج الذي سوف يحضر البرنامج هذا سوف يخرج ولديه معرفة عن مبدأ عمل كل الأجهزة معظم الأجهزة الطبية وكيفية عملية معايرتها وصيانتها، وهذا إن شاء الله ما سوف نتعرف عليه في الكورس إن شاء الله. وشكرا لكم.